بوليس الانقلاب ضرب بالدستور والقانون عرض الحائط، وتحول من أمين جمهوري محايد البوليس قيس سعيد يطبقوا له في تعليماته مهما كانت، وكأنه هو اللي خلص فيهم من جيبه. هاو مرة مسكرين المجلس الأعلى للقضاء بسلاسل، هاو مانعين القيادة الشرعية لاتحاد الفلاحين من دخول مقرها، هاو مسكرين مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومانعين رئيسها نبيل بافون من الدخول. الزحفي ساعة ما نساو إيش صار في 2011 وكيفاش قطع المخلوع وخلاهم هما في الواجهة مع الشعب. الظاهر انه فما ارادة صلبة وزارة الداخلية من بعض قيادات بن علي حنوا للديكتاتورية وقمع المواطن للرجوع بتونس الى ما قبل 2011. في الفيديو هذا باش نسمعكم زوز شهادات عن الممارسات البوليسية زمن الانقلاب، واحدة للاخ رئيس اتحاد الفلاحين والاخرى القاضي يحكي على البوليس شنو عامل في المحاكم. إنا مع الارهاب لكم قواعم اخرى قادمة. يعني احنا المرة جاية مازالت فما قوائم جاية. هي تعرف شو صار صبيحة يوم الأحفاء؟ عسكرت المحاكم، حوصرت المحاكم بالأمن، زملاء المعفيين منعوا من الدخول، رئيس المحكمة يعني كنت فما خلينا نقول وحدات أمنية وعسكرية موجودة في المحاكم. نحكي لك واقع، عندنا رئيس مجلس القضاء لحد رئيس الملكة المزارع شو ينجموا ينسبوا لها؟ مشات لبيروها، شو قالوا لها تخرج بيروك؟ عندنا بيروات بدلت الكوبة نتاعها، يا أخي شحالنا إحنا؟ بيروات نتاع قضاة تبدلت الكوبا نتاعها، منعوا من دخولهم. النهار الاول ممنوع على القاضي المعفي انه يدخل المحاكم. علاش عمل؟ احنا نحكي لك اذل القضاء يوم اذلال. سياسة الاذلال هذه ما هي الغاية منها؟ هذا هو السؤال، شنو هو الغاية من ما اعتبرته انت اذلال اليوم للقضاة اللي تم اعفائه؟ يا ترى انت تحب تقف قدام قاضي قادر على الحكم ام قاضي خايف؟ انا اليوم نحكي معاك. انا اليوم ما نعرفش نجم نخرج من هنا نلقى روحي هبطت في قائمة. فما الخوف، فما الرعب اليوم، خايف اليوم الساعة عفيف الجيدي بعد صدور قرار اعفاء 55 قاضي. انا عندي زملائي يوسف بوزاخر اليوم منين باش يوكل صغاره؟ نعطيك اكثر من هكا، في القرارات الاعفاء الفايتة كان القاضي يقعد له شهريته 6 شهور، ياخذ تعويض 6 شهور لانه الاعفاء مش عقوبة. المرة هذه تعرف شنو هو؟ ما عندوش حق. يمشي إلى الجحيم. عندنا زملاء عندهم امراض مزمنه، اي اليوم ما عندوش تغطيه صحيه، قلت لك منع. تعرف حتى اللي عندهم امتياز وظيفي اليوم قضاة سامين سحب منهم في يوم، في يوم واحد. في دولتنا في تونس وقت يتنحى مسؤول، مش عربي خليني نحكي. اي تفضل. وقت يتنحى مسؤول فما حفظ للكرامه، يخليوا له الامتيازات الوظيفيه صحيح ولا مده 3 اشهر يخليوا له كذا. نحن اليوم من صباحهم طبخوا يطلبوا فيهم جيب لي مفتاح الكهرباء. اليوم نحكي لك على قضاه سمين سعيمات الجمني وكيل جمهوريه تونس اليوم ما عندوش كهرباء، ما نجمش يتنقل مثلا. وهم نعرف اللي فهم برشا مواطنين. اما علاش الاذلال؟ شيخ ايش عمل؟ شو ذنبه؟ تفضلي. احنا جينا نهار الاثنين اللي فاتت، كان الاستقلال نقال المكتب مسكر وهم الداخل وما حبوش يحلوا لنا الباب. اليوم جينا دخلنا نقال المكتب محلول، دخلنا معناها للبيرو نلقاو مجموعه قاعدين هنا، قعدنا بعدين يا اخي بعد تالي مشاو قدموا شكايه. جاتنا الشرطه معناها من اولا الساعه تو المره الاخرى الشرطه قالوا لا ما تتمسوش الباب، الباب مسكر. معناها النيابة العمومية قالت ما تمسش الباب. اليوم ولات العكس، معناها الشرطة قالوا حل الباب. معناها شوف الخطاب كيفاش تغير من نقيض للنقيض. المرة الأخرى لا، الباب مسلسل وبالسلاسل ولا ما تمسوهوش، وحاطين معناها أعوان شرطة في الباب باش ما تمسش السلسلة. اليوم معناها لا، حل الباب وخلي العباد تدخل. هذا من ناحية. ثم بعد تالي على الفور معناها في ظرف لحظات جاوا معناها انه جابوا لنا استدعاءات وقالوا تو معناها تمشي للمركز. قلنا لهم احنا نستناو السادة المحامين، معناها ما هذا يكفي لهم القانون والدستور. زاد معناها لابد ان نحب نحضر بالمحامين معنا. المحامين معناها مازالوا ما لحقوش، رجعوا هما قالوا تو تمشي. يعني كيفاش هذا استدعاء على الفور؟ قالوا طب. وهذا معناه اللي هو
معناه ودخلوا حتى للبيرو الوردية. المرة الأخرى وقت اللي استنجدنا بيهم قالوا لا احنا يا أمن ما ندخلوش، مسألة همكم الداخل، مسألة هم الفلاحة، همكم انتم في بعضكم، احنا ما ندخلوا إلا إذا كان ثم معناها وقعت حاجة اللي معناها فعلا تستوجب تدخل الأمن. اليوم ما وقعت شيء، ولكن الأمن دخل للمكتب، وبل بالعكس قال طوى يزوكم تمشيوا للمركز. احنا معناها مع السادة المحامين الأساتذة، احنا معناها وقت اللي هم وبالتالي معنا السادة هما قالوا معنا تنفيذا لتعليمات ممثل النيابة، السادة المحامين قالوا معناها أعطينا حاجة كتابية، النيابة راهي ما تمشيش شفويا إنما تمشي بتعليمات كتابية، وإذا السادة المحامين احنا هنا معاهم، إذا كان معناها هما يعرفوا الجانب القانوني واحنا سنمتثل للقانون ما عندناش مشكله، ولكن لابد ان نحترم القانون هذا هو. واحنا معناها اليوم هذه مقر الفلاحين، واحنا معناها الناس اللي منتخبين في المؤتمر، واللي معناها الان بل بالعكس احنا في نهايات معناها المنضى بتاعنا هذه الثانية، ولكن ندعو الفلاحة الزادة إلى الذود عن منظمتهم، مش معناها لأنه معناها قال بتعليمات ما نعرفش بشكون باش يطهر المنظمة، لا راهو أنه المنظمة هي ملك منظوريها، وهي معناها تحت معناها تعبر، والناس اللي موجودة هي موجودة بإرادة منظوريها، وبالتالي معناها لابد أنه احنا ندعو الفلاحة إلى الالتحاق بمقرهم والاعتصام به معناها والذود عن استقلالية المنظمة.